الانفجارات والهجمات السبرانية تكاد لا تعرف طريقا إلى النهاية في الداخل الإيراني، والانفجارات هذه المرة وأحدث هذه الانفجارات هي جاءت على مستوى نقطتين أو منطقتين. هذه هي الأراضي الإيرانية، الانفجار الأول كان في طهران والانفجار الثاني كان في هذه النقطة الموجودة في إحدى البلدات في مدينة أو في محافظة أصفهان، وهي مدينة أو بلدة كليبان. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى هذا الانفجار الأول الذي جاء في طهران تحديدا، فهذا الانفجار كما تلاحظون هو جاء في إحدى المعسكرات الموجودة في طهران جنوب شرق طهران، وهو معسكر مالك الأشتر كما نلاحظ هنا. لنأخذ بعضا من العلامات لكي نستفيد منها في القمر الصناعي، هذه هي البوابة الرئيسية لهذا المعسكر، وهنالك طبعا شارع ذهابا وإيابا مع الجزرة الوسطية التي تأتي بهذا الاتجاه. دعونا نكمل هذا المقطع وطبيعة هذه الانفجارات. كان هنالك انفجارين، هذا هو الانفجار الأول وهذا هو سيكون الانفجار الثاني بهذا الشكل. بالتوجه إلى القمر الصناعي الآن مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران لكي نلاحظ هذا الموقع، الموقع مهم جدا وللغاية. هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وهنا طبعا نتوجه بهذا الاتجاه إلى هذه المنطقة. هنا مسجد سيد الشهداء، هنا ميدان مهم جدا وهو ميدان مالك الأشتر، وهذا هو المعسكر. بأخذ التفافة بسيطة بهذا الاتجاه سنلاحظ بأن هذا الموقع فعلا هو للتدريبات كما هو واضح بالقمر الصناعي، وبالتالي نحن أمام نفس هذه البوابة التي طبعا أشرنا إليها، والواضح بأن هذا هو الطريق وهذه هي المنطقة الوسطية أو المنطقة الفاصلة بالنسبة للطريقين، وبالتالي كان التصوير يأتي بهذا الاتجاه، وكنا أمام هذه الانفجارات الحاضرة في هذه المنطقة. المثير بأن هذا الانفجار كان هنالك من تبنى هذه العملية، وتحديدا منظمة مجاهدي خلق هم الذين قالوا وتبنوا هذه العملية بأنهم هم من قاموا بهذه العملية، بل إنهم أيضا تبنوا هجوما سبرانيا قاموا به على إحدى المنظمات المهمة وهي منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران. طبعا إذا ما توجهنا إلى هذا المقطع الآخر لطبيعة ما جرى بالنسبة لهذه أو هذا الهجوم السبراني، سنلاحظ بأنهم أعلنوا بشكل واضح حصولهم على 200,000 وثيقة وكذلك ملف، وكما تلاحظون بأن كانت هنالك أيضا عددا من الاستفزازات من منظمة مجاهدي خلق. أيضا كان هنالك انفجارا آخرا بهذه النقطة في إحدى المصانع البتروكيميائية في محافظة أصفهان تحديدا، وطبعا ليس هنالك أي تفسيرات من هذا الانفجار الذي جاء بهذا الشكل، وبالتالي كانت هنالك مشاكل كبيرة جدا لإيران في الفترة الأخيرة. الانفجارات تكاد كما قلنا لا تعرف طريقا إلى النهاية. المثير بهذا الأمر أن هذه الانفجارات هي تأتي متزامنة تماما مع توقف وفشل المفاوضات النووية والمحادثات النووية التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، ولكن هنالك أنباء قد تكون فيها بعض التفاؤل بأن رغم كل هذه الصعوبات قد يكون هنالك نجاحا في العودة إلى الاتفاقية النووية وإلى الجهود الدبلوماسية. كانت هذه الأنباء قادمة من البلومبرغ الأمريكية التي وضحت عن طريق دبلوماسيين سربوا هذه المعلومات بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد الانتهاء من زيارته إلى الشرق الأوسط التي ستكون في 13 من يوليو حتى 16 من يوليو، بعد ذلك سيكون هنالك استئنافا للمفاوضات النووية مرة ثانية في العاصمة القطرية الدوحة. ولكن أيضا هنالك أمر يقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إيران وضد أوروبا، إذا ما اتفقوا في العودة للاتفاقية النووية. هذا الطرف هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ففي 8 يونيو الماضي كان هنالك كما هو واضح وكما هو معروف إدانة من مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، لأن إيران لم تجب عن المواقع السرية التي وجدت فيها أو أوجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم. على المستوى الفني إيران لم تكن مقنعة بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاءت الإدانة، إيران قررت رفع كاميرات المراقبة في منشأة ناتانز، نتحدث هنا عن 27 كاميرا، بل أضافت أجهزة طرد مركزية، 3 أجهزة طرد مركزية من نوع IR6 وهي تخصب بنسبة 60%، نسبة عالية للغاية. وعلى هذا الأساس في 9 يونيو، أي بعد يوم واحد من هذه الأنباء ومعرفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذه المسألة، قالت بأننا لم نعد نرى شيئا بعد عملية رفع الكاميرات، وكذلك لم نعد نعلم ما الذي ممكن أن يحدث من قبل إيران خلال 30 يوما. 30 يوما هي الأيام التي طبعا اعتبرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الخط الأحمر واللحظات الأخيرة
للجهود الدبلوماسية، وبالتالي قالت إذا ما تعدى 30 يوما على هذا المستوى وبقينا على هذا الشكل ولم نحصل على إجابات من هذه المواقع، وكذلك لم نعد نرى ولا نرى أي شيء يجري في منشأة نطنز أو حتى في المنشآت النووية الأخرى التي رفعت منها الكاميرات على هذا الأساس، يجب عليكم أن تعتبروا بأن المفاوضات النووية والعودة إليها لا داعي لها أبدا، لأن التقدم وتخصيب اليورانيوم بهذه النسب العالية بنسبة 60% يعتبر شيئا غير ناجحا بالنسبة طبعا للاتفاقية النووية، وبالتالي هذا يعني بأن الوكالة الدولية أيضا لن تتمكن من عملية ضمان بأن إيران لن تصل إلى القنبلة النووية، وعلى هذا الأساس الموقف خطر للغاية عندما ترى المدة المحدودة القادمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا بالضبط ما حذر منه وأنذر تماما إيران، أرسل إنذارا كبيرا جدا عراب السياسة الأمريكية والثعلب العجوز، نتحدث هنا عن هنري كيسنجر، قد أوضح بشكل واضح إلى السبكتيتر البريطانية للإيرانيين، حذرهم وأنذرهم، وهي قد تعتبر في نفس الوقت نصيحة من هذا الرجل، وقال الآتي بالنسبة للسبكتيتر البريطانية، قال تتمثل المشكلة مع المحادثات النووية الحالية في أنه من الخطير جدا العودة إلى اتفاقية كانت غير مناسبة بادئ ذي بدء بغرض تعديلها لتبدو أكثر قابلية للتقبل من قبل أي معارض لها، وأضاف أيضا بأن إسرائيل قد تكون لديها ردة فعل سريعة جدا ولن تسمح أن يكون هنالك أو تحقيق معادلة الردع المتوازن وتسمح لإيران أن تمتلك القدرة للوصول إلى القنبلة النووية أو حتى أن تمتلك القنبلة النووية، وقال بأن امتلاك إيران للسلاح النووي أو الوصول إلى هذه القدرة فهذا يعني عدم استقرار الشرق الأوسط وسيشتعل الشرق الأوسط بالتمام والكمال، والأسئلة هنا التي تطرح لماذا إيران رغم كل هذه الانفجارات والاغتيالات التي تجري في الداخل لعلمائها لضباطها من الحرس الثوري الإيراني مع العقوبات الأمريكية العالية والثورات التي تجري والانتفاضات في الداخل الإيراني، إلا أن إيران لا زالت مستمرة بأن تكون هي صاحبة زمام المبادرة، هي التي تبادر، هي التي تضغط في المفاوضات النووية. هنالك أسبابا ذكرتها أحدى أهم الباحثات وهي كلير جونغمان، هذه طبعا كلير جونغمان هي تتابع كل الصادرات الإيرانية من النفط الإيراني، ولاحظت ووضعت إحصائية واضحة جدا ونشرتها تتحدث عن طبيعة الصادرات الإيرانية خلال 3 أشهر الماضية في أبريل وفي مايو وكذلك في يونيو، ووضحت تماما بأن هذه الصادرات في تزايد رغم كل العقوبات التي تأتي طبعا على إيران ومع فشل المفاوضات النووية، وبالتالي إيران تمكنت من تصدير أكثر من 1 مليون برميل للنفط في أبريل في اليوم الواحد، طبعا بالنسبة إليها أكبر المشترين نتحدث عن الصين هنا، وكذلك طبعا في مايو انخفضت هذه الصادرات، ولكن سرعان في يونيو ما وصلت النتيجة والصادرات النفطية الإيرانية إلى أعلى مستوياتها حتى مقارنة بأبريل، صادرات أكثر من 1,100,000 برميل للنفط تم تصديرها، وكذلك أكبر المشترين ب 812 وأكثر من 812,000 برميل في اليوم الواحد، الصين تشتريها طبعا، وسوريا هي تأتي طبعا بكل تأكيد في المرتبة الثانية، والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، وهنا طبعا الصادرات تأتي unknown أي غير معروفة بالنسبة للجهات التي تذهب إليها بكل تأكيد، وبالتالي على هذا الأساس إيران لديها طريق للحصول على النفط، وليس هنالك اعتراض من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأساس، وبالتالي واشنطن إنستيتيوت وجدت بأن على الإدارة الأمريكية أن تجد طريقا مختلفا وسياسة مختلفة مع إيران، لأن الأوساط الإيرانية تستهزئ كثيرا في السياسات الأمريكية الآن. هنا نلاحظ بالصحف الإيرانية تتحدث مثلا هذه الصحيفة مؤخرا بأن بايدن ليس لديه خطة بديلة، لا يمتلك أي خطة في مسألة المفاوضات النووية، وكذلك بالنسبة لصحيفة كيهان الإيرانية كانت أيضا واضحة على مستوى آخر، وهي تحدثت بأن المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة والتي ممكن أن تجري في الفترة القادمة بعد نهاية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لا تريد رفع جميع العقوبات ولا تريد أن تقدم ضمانات بأن تكون وأن تكون أي إدارة أمريكية قادمة ستضمن تماما بأن الإدارة الأمريكية القادمة إن كانت جمهورية على سبيل المثال لن تنسحب من المفاوضات النووية، في إشارة واضحة بأنه لا داعي للتفاوض في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية
في هذه النقطة التي نتحدث عنها، بل إن طبعا بالنسبة لإيران النقطة المثيرة بأنها بدأت تأخذ تصريحات وبدأت توطد علاقاتها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، كانت لديه تصريحات قوية جدا، قال بأن لا مشكلة لدينا بالعودة للتفاوض مع المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية بفتح سفارة للمملكة العربية السعودية في العاصمة الإيرانية طهران، أو حتى أن نفتح سفارة إيرانية في الرياض، لا مشاكل أبدا في هذه المسألة. حتى تحدث بتصريحات إيجابية عن طبيعة العلاقات مع جمهورية مصر العربية. وإيران أيضا الواضح جدا أنها لا تأبه أبدا في ظل المعادلات الكبيرة جدا من صادرات النفط والتحدي الكبير الذي يجري، هي تستمر في عملية تعزيز فصائلها المسلحة في الداخل السوري، مع التقارير الكثيرة التي سمعناها في الشهرين الماضيين عن انسحاب القوات الروسية من الداخل السوري، بل إنهم أيضا مستمرون في عملية إرسال المنظومات الدفاعية المتقدمة جدا إلى الداخل السوري. وخير دليل على ذلك كانت هنالك ضربة في الداخل السوري، وهذه الضربة طبعا اتهم النظام السوري إسرائيل بأنها هي من قامت بهذه الضربة، هي جاءت ضد مبنيين اثنين طبعا أو مستودعين هي التي ضربت بهذا الشكل. كما تلاحظون هذه منطقة الضربة التي طبعا ظهرت منها المياه بهذا الشكل، هي تأتي إلى جنوب طرطوس السورية بكل تأكيد على السواحل وسواحل البحر المتوسط. وهنا كما نلاحظ في هذه المنطقة هنالك مشاتل، كما نلاحظ هنالك انتشار للمشاتل حتى على المستوى البعيد هناك، وهذه منطقة مفتوحة التي ضربت النظام السوري. قال بأن هذه الضربة هي طالت المداجن تحديدا ولم تكن ضربة مؤثرة كما كالضربات السابقة، ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان واضحا هو وعدد من المصادر الغربية بأن هذه منظومات دفاعية إيرانية خاصة دخلت إلى سوريا من أجل قلب المعادلة وقلب موازين اللعبة وقواعد اللعبة ضد إسرائيل، وأن تمتلك إيران قوة كبيرة جدا. لاحظ ليس هنالك تأثيرا للعقوبات وإيران ترسخ بشكل كبير، كما تحدثنا هذا المبنى الثاني وهذه هي المشاتل التي تلاحظونها، والمنطقة بشكل دقيق إذا ما توجهنا إليها بالقمر الصناعي فسنلاحظ بأننا أمام هذه الأراضي السورية كما تلاحظون بالهبوط مباشرة إلى طرطوس، هذه المدينة المهمة للغاية، هذه هي طرطوس. المنطقة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه على مسافة 20 كيلومترا من جنوب طرطوس، وسنلاحظ بهذا الشكل بأننا أمام المشاتل التي تحدثنا عنها طبعا منتشرة في هذه المنطقة، المبنيين والمباني التي ضربت من قبل كما تحدث النظام السوري، هذا هو المبنى الأول وهذا هو المبنى الثاني الذي شهدناه والذي تحول إلى حفر كاملة ودمر بالكامل، والذي كان بحسب هذه المصادر الكاملة من الداخل السوري والمصادر الغربية بأن هنالك منظومات متقدمة دفاعية صاروخية إيرانية موجودة هنا قد تصدوا لها، وهذا يأتي لإكمال طبيعة التفوق السوري نوعا ما في التصدي للصواريخ التي تطال سوريا وطالت سوريا في الفترة الأخيرة، وهذا يوضح الكثير من الأمور التي تأتي بالنسبة لإيران. بل أن هنالك مسائل أخرى خطيرة جدا قد تكون أخطر من هذه المسائل التي نتحدث عنها، هي تحدثت عنها باني كريستيان إحدى أهم الباحثات والمهتمة في تفاصيل الشرق الأوسط على نيوزويك الأمريكية، وحذرت تماما من صدام الروسي الأمريكي في داخل الأراضي السورية. هذا الأمر نفسه تحدثت عنه الواشنطن بوست الأمريكية اليوم، تحدثت بأن علينا الحذر من عملية هذا الصدام في الشرق الأوسط هذه المرة، وهذه وطبعا هذه الصحفية تتحدث مستشهدة بقضيتين مهمتين تمت في الفترة الأخيرة بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي السورية، واحدة منها هي في قاعدة التنف الموجودة في المثلث الحدودي بين العراقي والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك سوريا. قاعدة التنف هذه أبلغ الروس طبعا مباشرة القوات الأمريكية بأننا متوجهون لتوجيه ضربة حقيقية ضد مغاوير الثورة، وفعلا ضربوا مغاوير الثورة إحدى المباني لهم، وبعد ذلك كانت هنالك عملية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا التحالف الدولي في منطقة تأتي بهذا الاتجاه تقريبا، بهذه المنطقة تقريبا اعتقلوا فيها أحد الخبراء
في القنابل والألغام لتنظيم داعش الإرهابي، وهو كان أحد أخطر القادة طبعا لتنظيم داعش الإرهابي. تمكنوا من اعتقاله، ولكن أثناء عملية الاعتقال كانت روسيا حاضرة بطائرتين من السوخوي 34، كانت موجودة في الأجواء وكانت تزاحم التحالف الدولي في هذه العملية، حتى جاءت لحظة إرسال الولايات المتحدة طائرتين أو طائرات في حقيقة الأمر من طائرات F-16 أو F-16 لإبعاد هذه الطائرات الروسية التي ابتعدت، وبالتالي هم وجدوا بأن هنالك مناوشات خطيرة جدا تجري على المستوى السوري، وأننا قد نجد ضررا وضربات وصداما بين هذه الأطراف، وذلك لأن هنالك أيضا أمورا يجب أن ننتبه إليها بين الطرفين تجري على المستوى الاقتصادي، وهذه قد تكون أخطر وأكبر من المستوى العسكري إذا كانت على المستوى السوري أو حتى إذا كانت على المستوى الأوكراني. وهذه بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا بدأوا يفكرون بوضع سقف للأسعار لبرميل النفط الروسي، أي أن يكون بسعر واحد، مثلا $100 $110 وينتهي هذا الأمر، لن يشتري أحدا سعر النفط أو سعر برميل النفط كما يحدده السوق أو كما تحدده التجارة، لا نهائيا، هذا السقف نشتري على أساسه النفط. وهذا الأمر بدأت تعمل عليه الولايات المتحدة وأوروبا بشكل عال، والعديد من الدول أيضا، ويريدون الاتفاق عليه من أجل أن تستقر أسعار السوق، وكذلك أن يزداد الضغط على روسيا، لأن بمثل هذه القواعد إن طبقوها ستقل العائدات الروسية وسيزداد الضغط مع العقوبات الأوروبية وكذلك العقوبات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتزداد العائدات، وبالتالي أصبح هنالك استقرارا واضحا وانتصارا للناتو على روسيا. ولكن الأوساط الأمريكية حذرت تماما من أن مثل هذا التحرك قد يستفز روسيا، وأن روسيا تستطيع ببساطة أن تقطع 3 ملايين برميل في اليوم الواحد عن السوق بأكمله، ستؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى $190، وأن الأخطر من هذا الأمر طبعا بالنسبة لي والسيناريو الأخطر الذي تحدثت عنه الأوساط الأمريكية هي إذا ما قامت روسيا بعملية قطع 5 ملايين، إيقاف 5 ملايين من صادراتها النفطية، 5 ملايين برميل في اليوم الواحد إلى العالم، هذا سيؤدي إلى رفع سعر برميل النفط إلى $380، وهذه ستعتبر كارثة كبيرة جدا. وبالتالي روسيا لديها زمام المبادرة هنا إذا ما كان هنالك ضغطا أو وضع سقف لهذه الأسعار، وهذا الأمر تحدثت عنه بلومبرغ الأمريكية، نقلته عن مصرف JP Morgan. وكما نلاحظ الحديث عن 380 مليون أو $380 للبرميل النفط الروسي إذا ما قطع كما تحدثنا 5 ملايين برميل في اليوم الواحد من قبل روسيا، سيكون هنالك خطرا كبيرا للغاية. ولذلك روسيا بالنسبة إليها هي الضاغطة حتى هذه اللحظة، صدق أو لا تصدق، وهي أيضا تتقدم على المستوى العسكري من دون أي مشاكل. يعني إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي إلى شرق أوكرانيا على سبيل المثال، فالأنباء كبيرة جدا، هذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس، طبعا هنا الأراضي الروسية، وهذه هي كما تلاحظون الحدود الإدارية بين لوغانسك وبين دانييتسك. الأخبار الكبيرة التي تأتي بأن روسيا سيطرت بالتمام والكمال على لوغانسك بأكملها، وبقيت دانييتسك التي بدأوا طبعا بالعمل عليها، وهذه كانت عملية سريعة للغاية غير متوقعة، وهي جاءت ليس بسبب القتال فقط، بل جاءت بسبب تغيير التكتيكات بالنسبة للقوات الأوكرانية بالهبوط إلى هذه المنطقة، وتحديدا أن الأكشن وأن التحرك الذي تم هو كان في ليسشانسك، هذه هي ليسشانسك التي ترونها التي كان فيها كل التحرك الكبير الذي جاء، كما تلاحظون هنا كذلك بأن هنالك نهرا مهما جدا يجب أن ننتبه إليه، وهو سيفريسكي دونتس بهذا الاتجاه. وبالنسبة للقوات الروسية ما قامت به هي محاصرة كبيرة جدا، هي حاصرت ليسشانسك بمستوى عالي جدا في الفترة الأخيرة، سيطرت على هذا المصفى الذي ترونه بهذا الاتجاه، عبرت إلى بريفيليا وبدأت تهدد بشكل واضح الطريق الممتد بهذا الاتجاه من بريفيليا إلى دانييتسك، وكذلك من ليسشانسك مباشرة إلى دانييتسك. وعندما بدأت القوات الروسية تهدد وتسيطر ناريا على هذه الطرق، وبعد السيطرة على هذه المنطقة ضغط عالي جدا يأتي من جميع الاتجاهات، القوات الأوكرانية وبحسب طبعا عدد من الوكالات الإخبارية الروسية أكدت بشكل واضح بأن القوات الأوكرانية دمرت المباني الحكومية الموجودة في الداخل لكي تحرق الوثائق التي لا تريد
تريد من روسيا أن تطلع عليها، وانسحبت مباشرة إلى داخل دانييتسك. والواضح بأن التحشيدات والمعركة القادمة ستكون في سيفريسكي، وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية انتصرت فعلا وتمكنت من السيطرة على هذه المنطقة، وتمكنت فعلا من أخذ هذه المنطقة بأكملها. وكان هنالك إعلانا رسميا من جمهورية لوغانسك بهذا الموضوع. علينا لا نستغرب إذا ما وجدنا لوغانسك تتحول إلى جزء تابع بعد استفتاء في الداخل الأوكراني، بأن تكون بعد الاستفتاء كشبه جزيرة القرم طبعا أن تكون منضمة إلى روسيا بكل تأكيد. ولكن في نفس الوقت أيضا يجب أن ننتبه أن الأوكرانيين لديهم نجاح لا بأس به، هم أيضا في خيرسون هنا لا زالوا يتمكنون باللون الأزرق، تقدموا كثيرا، أخذوا عددا من المناطق كما تأخذ روسيا، وأخذت وسيطرت على ليسشانسك في شرق أوكرانيا. هي أيضا في خاركيف تمكنت من التقدم بهذه الاتجاهات، أيضا هي تمكنت من دفع القوات الروسية للانسحاب إلى شبه جزيرة القرم من جزيرة الأفعى. وبالتالي نحن أمام فعلا صراع هنا وهناك، والكل ينتظر ويريد أن يعرف ما الذي سيجري، ما الذي سيتغير، ما الذي سيتحول، وكيف لإيران أن تستغل كل هذه التحولات في منطقة الشرق الأوسط مع ما ممكن أن يحققه الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته إلى الشرق الأوسط بكل تأكيد.